يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، هل هو معدود من الصحابة أم يعتبر خارجيا مع أنه لم يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر بالكبيرة؟ اللي يقول للرسول إنك ما أنت بعادل هذا من الخوارج، هذا مبدأ مذهب الخوارج. نعم، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه اتهمه بالجور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل قال لامرأته: والله إن أخبرت ولهم من شرط الخوارج أنهم يحملون السلاح، بل إذا اعتقد تكفير المسلم بالكبيرة يصير عنده، يصير من الخوارج، هو على مذهب الخوارج. إذا حرض على ولي أمر المسلمين بالخطب والكتابات ولو ما حمل سلاح، هذا مذهب الخوارج. الخوارج أصناف، منهم من يحمل السلاح ومنهم من يتكلم وينطق مثل هذا الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكتب، ومنهم من يعتقد بقلبه ولا يتكلم ولا يفعل شيء لكن عقيدته في قلبه كذب. كلهم خوارج، لكن بعضهم أشد من بعض. نعم.